انا ماني عارف شنو المعترض على شنو. انا اقول لك اول شيء في اوت طالبوا فيه اللاعبين الحكم مشاه. الكره الثانيه الاوت اللي قبل جول مو الاوت اول اوت، هم اوتين. خل الاوت الاول راح الاوت الاول اللي أوكي. اللي على الفريق التونسي وحسبه على الهلال. الاوت الثاني الاوت الثاني ولا اعاده له، ترى لاعبي الهلال يطالبون الاوت لهم. ترى شوف الكره اللي لحق عليها ادواردو ما لحق صادها برا والحكم حسب اوكي اوت. هي اوت على من اوت للهلال على من زين اوت ما صار للهلال. ارجع فار على طول بعدها جول. هذه صارت في الدوري السعودي. اذا كانوا اسمع اذا كانوا لاعبي الهلال يطالبون على الثانيه مو الاولى، الاخيره هذه اللي قبل جول شفتها هذه الاخيره. شلون معترضين على الاوت الاول مو الثاني؟ انا اقول انا قاعد اقول لك الحين الاول خلاص راح ما يصير يعترض عليه. انا قاعد اكلمك هم معترضين على الاول مو الثاني. لا لا قاعد اكلمك على الثاني. الثاني ما في شيء. من يقول ما في شيء؟ انا اقول لك انا اقول لك اخر لاعب. لا 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 اسمعني هم معترضين على الاول. اسمعني مو اسمع زين نرجع الاول فار الاول خلاص. لا 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 نرجع الاول ارجع حق لا لا مو الاول شوط الاول بعد. لا مو الاول مو الاول لا 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 لحظه خلاص دور راح مو الاول مو الثاني. انا اكلمك لا تروح تودين الاول الثاني ما في شيء. لا لا الثاني قالوا لك في اللاعب طلعها حتى هني ولا إعادة واضحة. السؤال أنا رجل حقاني دواردو حاشة وطلعت أوت ولا حاشة وهي أوت؟ السؤال الكرة الأخيرة هذه اللي قبل الأوت الثاني حق النجم الساحل. منو طلع الكرة؟ أنت شو تسوي أنت شو تدقق على ذول؟ إحنا الهلال يعني إن شاء الله الأوت لهم ما عطاهم إياه. إيه؟ ينامون؟ لا لا ينامون ولا يخون متى تبع اللعب شو؟ لا أبو علي مع احترامي لك أنت ما أدري عن شيء. ليش؟ لا تزعل أبو علي لأن هذه انحسبت على الهلال في الدوري السعودي. قول قول راح الحكم عادها قال طلعت الكرة الدوري السعودي دقيقتين. هذا قانون الفار. تكلم عن مباراة صح قانون الفار. لا صار لا صار صار بس الأوت الثاني ما في شيء أوت عليهم. ايش دراك شفت عزيز؟ ابو عزيز واضح يا جماعة ما في شيء. لا لا شوف شو عمالك كل واحد الحين يقول لكم شو عمالك معاييكم. لا لا صح صح والله ابو علي مو لاعبين هم نايمين. هذا غير نايمين يتحملون مسؤولية. انا اكلمك عن القانون قانون الفار لا تست يعني انا العب على صفاره الحكم.